اوكي هذه منطقة الجراندتاريا. اوه من هذا؟ اوكي هذا نائب دراكس. لحظة، مايكي، هذا مايكي. دقيقة، ده منه هذا نائب دراكس. عندي خطة، عندي خطة. شوف شوف شباب، ابي اقابل دراكس، انا اقوى منه، ما يخوفني ما يخوفني ما يخوفني. ها يلا، شو سكت؟ شكلهم خايفين مني. شو جد بتتكلم انت؟ ايش تحسب يعني؟ انا بس ما سهولة. ها يلا، ها هذا دراكس، يعني مش خايف. لا انا ما اخاف. تمام يلا روح جيبه، بيجيب لي دراكس. يلا روح روح يلا. اخ ايش اسمه؟ شانكس. اي شانكس. اوكي طيب، وينه يا معلم؟ انا شو مش عارف شغله، وشغلنا الهاكي. اوكي انت ما تعرفني على ايش يسموني؟ انا يسموني شانكس، انا يسموني شانكس. تحسبني اخاف منك انت؟ يسموك ايه؟ استنى 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 استنى، الصوت هذا بعرف انا. انا قرصان، انا قرصان معروف، انا قرصان معروف. قرصان معروف. طيب استنى اشوف قديش بس ليفلك. 38. انت شوف، انت شوف، خل عنك الليفل، ليفلات دنيا يا رجل. شوف شوف شوف، اسمع اسمع، شوف شوف الضرب القاضية. وريني الضرب القاضية. لا امزح امزح، خلاص تمزح. طيب طيب امزح. طب استنى اشوف هذه الضربة، معقول تيجي قاضي عليك ولا لا؟ ما انا ما اخاف. ما بتخاف؟ شوف ها، شوف مو قاضية، شوف مو قاضية. شايف دمك كيف صار؟ ما صار شيء. طيب. دمي ما صار شيء. طيب انت بتقول انك انت اقوى مني. ايوه انا الفي يعني ما لحقتش يعني اضغط عليها، دمك راح، فايش الدليل تبعك انك انت اقوى مني يعني؟ تعال 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 قدامي، تعال تبغى دليل؟ لا تعال 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 انت على الساحه اللي هان، تعال فيها انا ساحه يا معلم. هيها تعال يلا، هانا ساحه كبيره، هيها عاملينها اللي الي والك اصلا يعني. ايوه وريني الدليل، تبغى تشوف الدليل؟ خذ وريني. ما تخوفني. يعني انت ما عندكش فاكهة وما عندكش هاكي تصلب يعني، ولا عمرك تضربني في الحياة. خذ ها ها، خلينا اشغل كمان انا هاكي تصلب. ها هاي وخذ وريني كيف كذا. طيب خل خليك، كيف خليك تضربني؟ كيف سحبت مني انت ولا حاجة اصلا؟ زعلت. زعلت من ايش؟ لا لا وين راح؟ وين رحت يا معلم؟ صدقني في يوم من الايام. اسمع اسمع اسمع، كان اكل لسه. اسمع انت وياه جايين تطلعون قوتكم علي، اسمعوا انتوا الاثنين. احنا ما طلعش قوتنا. اسمع اسمع الكلام، انت اسمع الكلام. اسمع، في يوم من الايام بنتقابل انا وانت في العالم الجديد، في البحر الثاني او الثالث، وبوريك من انا في ذاك اليوم. من انت؟ في ذاك اليوم الكل راح يتذكر هذا الحدث اللي راح يصير. انتظر. ايش حيصير؟ ما ادري ما ادري. قول ايش حيصير. ما ادري ما ادري ايش راح يصير. ما بس تدري؟ بس قلت اسوي دراما مش يعني. مش حيصير شيء، لانه مش حيصير شيء عشان انت ما تدري. لا هو قلت اسوي دراما بس كذا كذا بس بس. ايش في؟ نروح ننام نروح ننام. طيب اسمع، اذا انت صدق تسمي نفسك قائد طاقم محترم 450 مليون المكافأة مال الطاقم، طيب لازم انك تدعم القراصنة المبتدئين، صح ولا لا؟ ادعم القراصنة المبتدئين. ادعمهم في ايش؟ تدعمهم تجيب لي فاكهة، لاني امس كذا قعدت اجمع اقتل واجمع فلوس، اعطوني كيلو. طيب ليش مش ماكلها؟ كويس الكيلو كويسة، ما هو 50 كيلو وزن 20 كيلو حاجة اسطورية يعني. لا 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 اهم، انا ابغى فاكهة فاكهة، مو فاكهة فاكهة. بدك فاكهة فاكهة. اوكي يا جماعة الخير، طبعا بعد عناء طويل وصلنا لفي 55، بالاضافة الى اننا عندنا فاكهة اللي هي النار، فاكهة ايس او سابو بالاصح. طيب فهذا شيء جدا جميل وبيخلينا نلفل ونصير اقوى بشكل اسرع جدا جدا جدا، فهذا بمساعدة شو اسمه مايكي ودراكس، الله يسعدهم ان شاء الله. اوكي حاليا راح نواجه اللي هو كابتن باقي، هو هنا اسمه بوبي، لازم يغيرون الاسامي.
كابتن باجي وين كان؟ اوه هذا هو، يا انا يا انت. طيب ما فتحت الاشياء كلها، بس عندي حاليا اللي هي الفاير بولتس والفاير فلايت. الفاير بولتس اللي هو اني اجلس اشوفوها كيف. بسم الله يا رمان ندعس، شو كيف تطلق زي الطلقات. اما الفاير فلايت اطير على كيف كيفك، اتوقع الكل يدري يعني. طيب ولكن الان بنبدا في مواجهه البوس. تعال خذ، ها يا انا يا انت، يا انا يا انت. ما في اللي والله قوي على ما هو مو ضعيف. جلدات عالية بنودع. ايوه خذ، ها ودعنا. سريع سريع نجي هنا ونرجع. ولد خذ، ها ابلع. يلا ما باقي له اي شيء ويموت. اه هذا هذا خذ هذا، ابغى اقتله بالفاكهه افضل. ايوه نبغى الفاير بيم اسطوريه هذه. الحين نواجه هذين، تعال تجمعهم كلهم كذا مع بعض، ها وتعطي الضربه. فاير بولت سي، قاعد تجلس هنا تجلد فيهم في هذيك الجهة بعد. تعال 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 كلكم خذوا خذ. هلا جبنا 6 إلى الآن. يلا حرفيا آخر ضربة وخلاص. إيه ها نبغى الليفلات كذا قوية تكون. أوكي يا شباب طبعا قعدت هنا أفرم عند هذولي الورعان. لا دقيقة بوبي، وقدرت اني افتح شو اسمه الخاصية الثانية اللي هي الفاير بيم، وهذا هو باقي. ايه كابتن باقي خذ، تعال انزل لي خذ، ها هكن. ايه يا تتفاداها بنت رجالة، اعطيها هذه الضربة يعني هذه الضربة. ايوه خذ. لا يا شيخ وين راح؟ وين راح هذا؟ هذا انت؟ وهذه الطلقات متوقفة يا ساتر. لا ننجلد خذ، ها الطلقات النارية خلاص من النهاية. والله حسبت اني شو اسمه يعني انا اللي قتلته، طلع باقي عايش. ايش من هيل انت عندك؟ خذ يا شيخ. اوه المكافأة ازدادت، صارت 21,000. وهزمنا الكابتن باقي احنا حاليا، لاننا هزمنا الكابتن باقي اكيد احنا صرنا اقوى بكثير، صح ولا لا؟ صح، اللي يقول لا مو على كيفك. طيب والله العظيم اني توني كنت اقول اني ابغى اتضارب مع ناس. خذ خذ، ها ما في، تعال وين راح هذا؟ انت حسب شانكس. ايه ها موت يلا. ليفل ديفرنس تو هاي، اوكي هذا ممكن تو جاي. ها حتى سفينه مالتك اخذها. ها يلا ايش عندك؟ سفينتك هذه اخذها. والله توني كنت بقول لاننا صرنا اقوى لازم انه شو اسمه نبدأ نجلد الناس شوية على الخفيف، يعني مو كثير على الخفيف. لا امزح امزح، هذا يبغاني. لا 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 اسمع تفاهم تفاهم، لحظة 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 تفاهم، لحظة 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 لحظة. رجلك 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 غير، لا توقف. انا بروح اصلا الغابات او جزيرة السماء، ما عندي اي مشكلة، راح مكبستك فلا تسوي لي حاجة. تركتني يا شوى، والله كنا راح نودع. يوه حاليا يا شباب شكلي راح شو اسمه استمر بالنار فترة طويلة، لان الحين فاكهة جدا جميلة لوجيا وامورها طيبة.
عندنا في هذا المكان واحد يبيع الفواكه، خلينا نشوف كيف الفواكه الوضع. بايك بومب، اوه النار موجودة، الايس موجودة، الدايموند والرفايف حلو، الانقمة موجودة موجودة موجودة. خلونا ادور لي واحد ثاني اتضارب معاه. ايه ليش انا بسفينة يا رجال؟ طير، نفرض قواتنا الحين. عندنا فاكهة شو اسمه النار، نجد الكل هنا. اللي فينا 60 بس الى الان نجد الكل، ما اخاف. هنا اتذكر من اول ما بديت كان في واحد بفاكهة شو اسمه كنترول، يا ساتر انه جلطني جلطة مو طبيعية. شو هنا كنت اقعد، وشو هذا الغوريلا كينج، انا بجلده. خذ بعد، لا والله شوي قوي هذا، يعرف ان المفروض باقي يكون اقوى منه. يب يب اكيد يكون تضرب من انت. شو جراوند سماش، لا 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 اسمع يا اخي، خلنا بين قوتك قدام متابعيني، خلينا غصبا عنك اصلا. بس اعطيته الضربة القاضية باليد. يب ما اقدر اسبح يا القهر. اوكي شو، طبعا سوينا اشياء كثيرة في هذه الحلقة الجميلة. طيب باذن الله بنكمل في الحلقات الجاية هذه السلسلة. لا تنسوا لايك واشتراك، مع السلامة.